انا اللي لبيت نداء ديال التنسيقيه المغربيه اطباء من اجل فلسطين تضامنا مع الاطباء والاطر الصحيه في قطاع غزه وفي فلسطين عامه، منهم الشهداء ومنهم الجرحى ومنهم المعتقلين. حنا تنضامنوا معهم من الرباط امام البرلمان باش نوصلوا لهم الصوت ديالنا ديال المساند ديالهم، ونتمنوا مع الله سبحانه وتعالى يوقف هذه الاباده الجماعيه الهمجيه للكيان الصهيوني على الاخوان ديالنا في فلسطين. الله سبحانه وتعالى يعجل بالنصر ديالهم، وهذه الوقفه ديالنا هي رمزيه لهذه المسانده اللي هي واجب على كل اطر الصحيه لبعضياتها. ونتمنى عند الله بانه يوقف هذا السق ديال الزق ديال هذه الدماء الزكيه، والله ينصر الجميع. الاقدار ديال الله سبحانه وتعالى بانني من الناس المشاركين في القافله ديال طب الاسنان في 2013، قافله كان عندها هدفين، هو زور هذاك القطاع وتعطي بعض الخدمات في واحد المده ديال 5 ايام، ثانيا كتب الله بانه قبل من ذاك الشيء ساهمنا في انشاء عياده ديال طب الاسنان بالاسم ديال الاستاذ ديالنا رحمه الله الاستاذ سعاد المسفر. الاخضر ديال الله سبحانه بلغنا بانه في هذا العدوان بانه يعني هذاك العياده وذاك المستشفى كله تقصف. نطلبوا من عند الله بانه يوفقنا باننا نزوروا هذاك القطاع، نساندوا الاخوان ديالنا ونعاودوا نساهموا بانشاء عياده اخرى ان شاء الله. الارتسامات اللي عندي في الزياره ديالي لقطاع غزه كانت كبيره. في الاول كنا تنتسناو باننا غادي نمشيو، كنا مشينا في 2013 يعني من بعد الحرب ديال 2012، وتنتظروا بانه غادي نلقاو الدمار والبؤس، في حين لقينا بانه الناس الغزاويين كلهم اطرهم الشعب ديالهم ناس يحبون الحياه، يعني يصنعون يعني من 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 الدمار يعني الامجاد ديالهم، يعني تقاوموا واحد الشكل كبير، وناس يعني يحبون الارض ديالهم بحال تيحبها اي انسان واي مسلم. الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويقويهم. المتمنيات ديالنا في هذا اليوم اولا بانه ترجع لهذه المهنه ديال الطب للرساله ديالها. الاخوان ديالنا في غزه عطاونا واحد الرساله كبيره بانهم ضحاوا يعني بالنفوس ديالهم لاجل المرضى ديالهم، من اجل يعني كاين فيهم اللي دوز شهور ما شافش الاهل ديالو، منهم اللي توفى الاهل ديالو وهو في المستشفى. هذه المهنه هذه مهنه ديال الرساله، يعني خصها ترجع لهاد وهاد الناس هادو عطاونا درس كبير في هذه الرساله هذه. نتمنوا من عند الله باننا نرجعوا كاملين لها ان شاء الله. نقف هنا هذه الوقفه نندد بالمجازر التي تقع في غزه الجريحه، و نندد كذلك بما اصاب المستشفيات وما اصاب الاطر الصحيه من اطباء وممرضين ومسعفين، ونقول لا لهذه الجرائم الانسانيه. نقف وقفة لنقول للشعب الفلسطيني نحن معهم، ونقف كذلك نقول للشهداء لن ننكر القضية ولن ننسى هذه القضية، دماء الغزاويين ودماء الأحرار في عنقنا، ونحن إن شاء الله تعالى لن ننسى هذه القضية، وسنناضل من
من أجلها، ونناضل من أجل تحرير فلسطين إن شاء الله تعالى، ونناضل كذلك ونقيم جهود جميع الأحرار في العالم الذين قالوا لا للقتل ولا للتجويع ولا للإبادة الجماعية، ونقف كذلك إجلالا وإكراما للأطر الصحية، وإجلالا وإكراما للمرأة الطبيبة الممرضة المسعفة الأم الثكلة الأرملة الجريحة، نقول لها اطمئني نحن معهم إن شاء الله تعالى، وأجيالنا إن شاء الله تعالى معهم. بمناسبة اليوم العالمي للطبيب أقول أول شيء يقسم عليه الطبيب هو أنه أن يكون إنسانا، الطبيب إنسان، ولا يجب أن نفكر أو نكيل بمكيالين، الطبيب إنسان ومع الإنسانية، ونقسم أن نكون مع الإنسان كيفما كان توجهه وكيفما كانت إيديولوجياته وكيفما كانت ديانته. والإنسان الغزاوي والشهيد الغزاوي هو إنسان بالدرجة الأولى، إذن فالطبيب يجب أن يكون مع كل، يعني أن يقول لا لهذه الجرائم ضد الإنسانية، يجب أن يحترم الإنسان، يجب أن يحترم مكان الشغل، يعني المستشفيات وسيارة الإسعاف والمعونات، يجب أن يكون أن نقول أن هذا ما يقع هو ضد الجرائم ضد الإنسانية. وكذلك فرصة لأقول لجميع أطباء وأطر الصحية المغاربة أن نجمع لنقول لا للتطبيع ولا للإبادة الجماعية، وهذه فرصة أن نجمع كلنا في هذا الإطار الحر لكي نقول نحن مع الإنسانية، نحن مع الإنسان في بادئ الأمر. والسلام عليكم. ما نجي في السين نظم هذه الوقفة في إطار يعني أنشطتنا التضامنية مع أهلنا في غزة، وكذلك لتجديد تنديدنا بالجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في حق كل المدنيين العزل، في حق كل مناحي الحياة، في حق الأطقم الصحية، في حق المستشفيات. ونعلن بالمناسبة عن نيتنا تنظيم مؤتمر دولي مطلع يونيو المقبل بمشاركة مختلف الهيئات الدولية الصحية، وذلك لتفعيل مسارات عملية يعني للدعم الإنساني خاصة الدعم الصحي لأهلنا في غزة. هذه رسالة تضامنية مع أهلنا في غزة، خاصة الأطر الصحية، أطباء، ممرضين، صيادلة، مسعفين، وكل الرابطين هناك في غزة الذين يقدمون المساعدة والذين يتصدون يعني بصدورهم العالية ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد الإبادة الجماعية الصهيونية في حق أهلنا في غزة. 20 أبريل 2020، أطباء وممرضين وكل أطر صحية تجتمع اليوم أمام مبنى البرلمان بمدينة الرباط للتعبير عن تضامن الأطر الصحية وكافة أطياف الشعب المغربي مع إخواننا في فلسطين، وللتنديد بالعدوان الغاشم على غزة الذي تجاوز الآن مدة 6 أشهر من الظلم ومن القصف ومن كل أشكال القصف والقتل والتدمير. بهذه المناسبة هذه جينا هنا اليوم باش نقولوا الكلمة ديالنا ونوصلوا المساندة ديالنا للإخوان ديالنا في غزة، وأننا معهم وأننا ما نسيناهمش وأننا غنبقاو ديما معهم، وغادي نواصلوا إن شاء الله هذه المسيرة إن شاء الله إلى حين تحرير إن شاء الله غزة وكل التراب الفلسطيني. مناسبة هذا اليوم هذا احنا خصصنا هذا اليوم باش نتضامنوا مع الإخوان ديالنا الأطر الصحية في قطاع غزة، باش نبينوا على المساندة ديالنا لكل الأطر الصحية في القطاع اللي تعرضوا لجرائم أقل ما يمكن القول عنها أنها جرائم حرب التي لم تستثني أحد، لم تستثني أطفال ولا نساء ولا رجال ولا أطر صحية. تم قصف المستشفيات، قصف جميع المرافق اللي كانت عندها حصانة دولية. فاليوم بمناسبة هذا اليوم كنقولوا بأننا كممرضين كأطباء كأطر صحية أننا دائما مع القضية الفلسطينية إلى حين تحرر إن شاء الله فلسطين كامل تراب فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.